السلام عليكم يا متتبعين الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله. درت هذا الفيديو باش نجاوب على بزاف ديال البنات كي المهم كيسولوني، كاين اللي كتسولني انا لاسيغ كديري، كاين اللي قالت لي عافاك كنبغي نشري ريحه اللي تكون هكا خفيفه اللي كنستعملها في الصيف. مهم في دينا هكا يعني شنو الروائح اللي كتستعملي؟ مهم اي حاجه غادي نوريها لكم ان شاء الله اليوم، وغادي نشارك معكم حتى واحد الماسك غادي نديرو البشره ديالي اللي صراحه غزال غزال بزاف، وانا متاكده غادي يعجبكم. يلا خليكم معايا نشوفوا هاد المشيه شمسيكين يا اختي، بغيت نوض نوريكم داكشي وشوفوا المشيه شمسيكين. اي سيكر راه مريض البيت الليل كامل مسكين، كنعطيه في الدواء وكنعطيه سيليلاك صراحه حنت مريض. بالنسبه لك كنتو كتبغيو هكا نعطيكم اللي عندها مشيشه وتبغي هكا افكار شنو توكلهم من يكونوا صغار شنو دير ليهم، كتبوها ليا في التعاليق ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو خاص ديال المشيشه كيفاش كنربيها شنو كنعطيها شنو كنشري ليها كل شيء ان شاء الله غادي نشارك معكم. مهم اليوم ان شاء الله راه قلت لكم شنو غادي نشارك معكم. اول حاجه غادي نبدا لكم بلاباري ديال لاسيغ عندي ديال المهم بجوج عندي غادي نوريهم لكم. الصراحه انا ما كنستعملش كنستعملهم اختي، انا صراحه كندير الماكينه غادي نوريكم الماكينه اللي كنستعمل زوينه بزاف ديال الفينيس صراحه هي اللي كندير كتعجبني انا، هادو كلهم غادي نوريهم لكم اليوم ان شاء الله. وغادي هذه هي البنات اللي قلت لكم ديال لاسيغ، صراحه شريتها باش نديرها ولكن والله من نهار شرينا انا واختي المره الاولى استعملناه من تمك ما يعني مابقيناش خدمناها. المهم نوريها لكم كيفاش كتجي. انتو البنات وقيله شي 100 درهم باش خديناها ولا معت 2400 والله ما عقلت. وهلا وغادي نوريكم حتى ثانيه صراحه هذه اللي واقيله راه كاع البنات عندهم حيت ضروري هذه كتكون عند اي بنت صراحه. هذه كنستعملها مره مره ماشي ديما، واكثر اختي اللي كتستعملها صراحه زوينه هذه. هذه بعدا ساهله وتقدري تستعملها يعني انت راسك، اما الاخرى شويه جاتنا صعيبه ولكن هذه غزاله الصراحه وكتخديتها يمكن رخيصه والله ما عقلت بشحال خديتها، واش 1600 ولا قل والله ما عقلت. صراحه هذه زوينه وكناخذ حتى العماره المهم كنحطهم عندي يعني فيما كنحتاجهم كنلقاهم عندي، ولكن واخا هكاك انا راه ما كنستعملهاش بزاف غير هكا خليتي كتخلي الزغب كينوض شويه وكديريها الصراحه كتعطي نتيجه زوينه، ولكن انا من نوع يعني خصني في المندوش كتبغي هكا ديري. المهم وبالنسبه لهنا الورقات كناخذ الباكيه وكنتهنى منهم حيت واحد النهار هكا كتكون تصيبتها كتقاد لك كتكثر عليا كنتعصب صافي كناخد هادو كنحطهم يعني كنساهم. والصراحه كدي لك مده طويله هادو البنات، هما شاركتو معكم حيت كيسولوني البنات. المهم هذا رايي فيهم ولكن انا اكثر كندير الماكينه. شوفوا هنا المشه انا كنصور لكم وهي جايه مضابه معايا قالت والو تاهي باغا دور دور تجي لي البيسي كتقول لك نجي نجلس حداك. المهم صافي وهنا غادي نوريكم الموس اللي كندير انا بالنسبه للبشره ديالي الوجه. صراحه بزاف ديال الناس كيسولوني على هاد الموس كاين كدويه ناري اختي خفت منه هاد. انا الصراحه البنات دابا راه جايه لشي عامين كنستعملوا البشره ديالي لوجهي، والصراحه يعني كيفو كيف لاسيغ كنت كندير لاسيغ ملي كنديرو كيدير ليا الحبوب، ولكن ملي كندير هاد الموس الصراحه غزال. وهادو هي الماكينه البنات اللي كنستعمل ديال فينيس الصراحه راه ثلاثه مع دايرين شي 34 درهم ولا 33 كيكونوا في سوبر مارشي في مرجان ولا في اسيما المهم كاينين في كتلقاوهم. الصراحه هادو كيحمقوني ما كيخطاونيش، هكا في الصيف كتجيك خرجه على غفله ولا هذا كتبغيها تكون عندك في الدار. وهنا غادي نوريكم هنا صورت لكم حتى الروايح، واحد الاخت قالت لي عافاك شاركي معايا روايح نشوف الروايحات اللي كتستعملي حيت صراحه فيما كيشمو هكا كيقول لي روايحاتك زوينين. اليوم ان شاء الله انا غادي نوريكم هكا الروايحات اللي عندي صراحه هادو اللي صيفيين غزالين. هذه اللي فيها الوريده كتخديتها بمينيسو رخيصه يمكن شي 59 درهم ولا مع 79 درهم، صراحه زوينه كتحمقني ورخيصه وتفريحة ديالها يعني زوينه تعجبك البنات واللي كيشم فيه صراحه كتعجبو. وهاد جوج ديال الافوال البنات راه خديتهم غزالين، واحد السيده كنتقدم من عندها الصراحه كتجيبهم ليا حتى للدار وكتبيع ليا ناقص الثمن ديال الكتالوج. دابا نخلي لكم الفيسبوك ديالها في صندوق الوصف الا بغيتوا تدخلوا عندها، الصراحه راه الثمنه كديرهم غزالين بعد مرات كدير شي عروض فنيين
الا بغيتي راه نخليها لكم صراحه صاحبتي عزيزه عليا. تقريبا هاد الرويح ديال افون كلهم من عندها، من شحال مني كتخدمت في مرجان وكت كنت كنشريهم من عندها الصراحه، واعرين الصراحه الرويح ديال افون كيبقاو توب. انا كيعجبني اللي باندوش ولا الروايح، وكيعجبني حتى سميتو. المهم هادو هما اللي انا اللي كناخذهم، والحليبات صراحه هادو كنموت عليهم في افون. صافي هادو مرويحات لان الصراحه اللي كيعجبوني انا شاركت معاكم، والصراحه اثمنه ديالهم زوينه. وبالنسبه للفيتامين او تا هو كنتو كتسولوني عليه، كدويا غادي كيفاش نستعملو، راه ديجا قلت لكم الا خديتو تتنيطوي وجهك وتغسليه وتسالي وكديريه جوج المرات في السيمانه. ملي كديريه كتبقاي كديريه كمساج لوجهك باش هكاك عادتو راه واعر واعر بزاف الوجه. وانا ملي تقاد ليا كنبقى فيه غير واحد شويه، بغيت نمشي نعاود ناخذ، وانا نقول ناخذ فيتامين سي يعني ناخذ ثاني فوائد اخرى. صراحه هاد فيتامين سي واعر يعني كيفتح البشره اللي فيها هكا التجاعيد، بزاف الحوايج فيها هاد فيتامين سي واعرين. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديالو انا حتى كنغسلها كوجه بعد المرات، ولا بغيتي ديريه كتقدر ديريه الصباح وبالليل. انا تقريبا نقدر يا اما كنديرو بالليل ولا بالنهار، ولكن اكثر كنديرو بالليل هكا كنمسح هكا في وجهي مزيان وكنعس. المهم اليوم راه ان شاء الله فاش غادي ندير معكم ماسك غادي نشارك معكم كيفاش هكا كنابليكي على الوجه ديالي. المهم كلشي ان شاء الله غادي نشارككم معكم، والا كانوا كيعجبكم في حال هاد الفيديو تكتبوها لي في التعاليق باش نبقى نشارك معكم. ودابا غادي ندوزو الماسك اللي واعره البنات، هذا خطير بزاف. وما تقولش لي شي وحده ما عنديش هادشي، حيت هادشي راه كاينه، غتهبطي للمدينه ولا تشي عند العطار هادشي كامل غيعطيه لك. هنا البنات درت الحمص جهد معلقه كبيره، بالنسبه لانا راه كندير وجهي ويدي وحتى رجلي، صراحه راه النتيجه غتعطيكم في البلاصه، كتولي البشره رطبه وبيضة. هنا غادي ندير روز مطحون، هادشي كامل اللي كنوريكم مطحون. بغيتو تشريوه هكا مطحون الا ما عندكمش باش تطحنو، اولا تشريهم وطحنيهم. صراحه انا شريتهم مطحونين، كاين واحد العطار كنمشي عنده صراحه كيعطيهم ليا مطحونين ديك الساعه، صراحه واعرين. وهذا الشوفان ماشي بالضروره يكون عندكم هذا، راه تقدروا عوض بحال دابا الا ما عندكش الحمص ولا الشوفان غديري هذا الروز مطحون وديري نيدو وياغورت، حتى هادو كيعطيو نتيجه خطيره. وتا الحمص حتى هو البنات راه خطير للبشره. مهم هادو اللي كنعطيك انا راه واعرين، هذا راه نتيجه خطيره بزاف بزاف. البنات جربوا وردوا عليا، دابا الصيف وكتخرجوا كتكحالوا كتشدوا اللون وما كيبقاش عاجبك البشره ديالك، ديري هادو وتفكريني. راه هاد الوصفه تقدر ديريها حتى لجوج مرات ثلاثه في السيمانه، كاع الا قدرتي واخا غير جوج المرات وتشوفوا النتيجه اللي غتعطيكم. بالنسبه لدانون ياغورت درت جوج معالق تقريبا هكا على حساب الخليط ديالك، تقدر ديري معلقه كبيره ولا معلقه ونص ولا المهم على حساب. مني كتشوفي بحال هكا كيولي كريمي كتخلطيهم هكا مزيان، ومن بعد غادي نبدا هكا نابليكي على الوجه ديالي كامل. المهم انا شاركت معكم داكشي ايطاب باغ ايطاب باش تعرفوا. المهم غادي نديرو على وجهي كامل وشويه، ولكن قبل البنات ديما كنقول لكم تكونوا غاسلين وجهكم منقينو عاد كنديروا اي ماسك ولا غوماج لوجهنا. هادي ديما البنات ديروها. هنا بعد ما غسلت وجهي عاد جيت غادي ندير معكم هاد الماسك. صافي هنا غادي نابليكي هكا مزيان على وجهي، ومني غادي نسالي راه غادي نبدا هكا كنقومي فيه شويه صافي، وغادي نخليه مده هكاك 15 دقيقه حتى كتحسي بيه شرب البشره ديالك ونشف. عاد غادي دي بحال هكا كتحيدي بحال الوسوخات، راه والله القاسم الى ديك البشره ديالك ملي غتغسلها وتشوفي راه غتعطيك واحد النتيجه اللي في البلاصه. نتوما غتبان لكم البشره ديالي كي غادي تصفى، وحق الله انا يعني واخا هكاك من نوع يعني كن هكا مره كندير هكا شي ماسكات لوجهي كنوع يعني ما كنبقاش غير هكاك جالسه. صافي هنا غنبقى هكا كندير هكا وجهي كامل ويديا، وغديروا حتى رجليكم حتى نكمل هكاك. شتو دابا انا درت يديا ودرت وجهي وغادي نبقى ندير هكا الطريقه. البنات انا راه حاولت نشارك معكم اي حاجه باش هكا ملي تبغي ديري ديريها الطريقه بحال هكا كتبقاي كتماسي هكا في يديك في وجهك في رجليك صافي، باش هكاك دوك الوسوخات داكشي كامل كتحيدي. صافي هنا من بعد ما خليت واحد 15 دقيقه حتى كبدا كيكرم وكبدا تحيدي بحال الوسوخات، والله القسم الا كتحيدوا الوسوخات ديك الخلايا الميته كلشي كتحيدي. ايوا هنا بديت كندير، شوف المشه ما كتفرقنيش هاد المشيش مسكين في ماذا يجي يتخشى ليا هكا ولا ينعس ليا هنا في، المهم ما كيفرقنيش كيبقى هكا كان مسكين مريض ولكن
دابا مع الدواء وداكشي راه ولا شويه الحمد لله. صافي هنا بعد ما غادي نسالي غادي تنوضوا تغسلوا وجهكم الا كان هكا مهم ما بارد باش هكا كيتسدوا المسام. صافي من بعد ما ساليت غادي ناخذ داك فيتامين سي اولا عندكم فيتامين او اولا شي كريم كديروه البشرة ديالكم ضروري بعد اي مقشر ولا شي حاجه درتوها لوجهكم كديروه. صافي غادي نبقى نماصي هكا في البشره ديالي نشوفوا كيفاش. والله القسم البنات الا كتعطي واحد النتيجه رائعه بزاف. شوفوا في الفيديو قبل وجهي كيفاش كان كيبان ودابا عرفتوا كتعطي واحد الاشراقه للوجه واعره واعره بزاف. جربوه وردوا عليا والله القسم الا خطير. شوفوا عرفتوا يديك اليدين كيبياضوا. صافي ومن بعد يدي غادي ندير لهم هكا هذا الحليب ديال افون تا هو كناخذوا ديال الكوك صراحه غزال غزال بزاف. وفمي درت ليه غير فازلين ولا كريم اللي عندكم هكا باش ترطبوا البشره. ودابا البنات وصلت للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو يعجبكم هادشي اللي درت اليوم. المهم درت هذا الماسك الصراحه راه غزال غزال بزاف. شوفوا غايبان لكم الفرق كبير هكا في وجهي واخا انا اصلا ديجا بيضه يعني ماشي، ولكن هذا اللي كتخرج هكا الشمس بزاف كتبان لك عند هذوك البقع الكحلين كيدار ليها وجهها. المهم راه بزاف د الحوايج زوين هذا الماسك، فيه مقشر وفيه ماسك يعني غادي ينقي لك وجهك. ولكن ضروري البنات اي ماسك تبغوا ديروه قبل كنغسلوا وجهنا بجينيت ويون ديجا مشاركه معكم. انا غادي دابا نوريه لكم اللي كنغسل به انا وجهي والصراحه كيعجبني وبزاف الناس شراوه ديال ايف غوشي. الصراحه هذاك ما كيخطانيش هو اللي كنغسل به وجهي الصراحه ما كيدير ليا لا حبوب لا والو. بشرتي كتبقى زوينه ومني كتغسلي يعني كتشوفي الفرق كبير في البشره ديالك. المهم هو اللي كنغسل به، المهم نوريه لكم عاد نكمل. هذا البنات هو اللي كنغسل به وجهي، هانتو شوفوا تقادر يلا كنت مؤخرا خديته ماشي بزاف. المهم كنغسل به يوميا وجهي. ومن بعد ضروري ديروا بالنسبه للبنات هذا ديال فيتامين سي راه غزال لوجه البنات اللي عندها التجاعيد ديك تبغي البشره ديالها تفتح. دابا راكم عارفين الصيف غزال غزال هذا الصيف صراحه. راه عندي هو فيتامين او تقاد عليا خديت هذا في بلاصتو وغادي نرجع ناخذ حتى فيتامين او كي قلت لكم ديروه جوج مرات في السيمانه الا كان عندكم فيتامين او ما تكثروش منه. المهم انا كنحاول كل حاجه مره مره البشره ديالي كتستافد من واحد الحاجه بالاخص الناس اللي عندهم التجاعيد راه ضروري خصكم تهلاو في البشره ديالكم تعتنيو بريوسكم. نوض كنصيب هكا شي ماسك شي حاجه كنوض ندوش. مهم انا عزيز عليا كنتهلا في البشره ديالي ونبغي كاع البنات اللي متبعيني يكونوا هكا نقيين كيتهلاو في ريوسهم. الا كانوا كيعجبوكم بحال هكا راه عندي بزاف الوصفات اللي كندير يعني ماشي كندير كل مره كننوع ومشاركه معكم ديال الشعر ديال البشره ديال مني كنمشي للحمام غادي نشارك معكم داكشي كامل اللي غادي نديه معايا حيت ان شاء الله الا كتب غادي نسافر. وضروري قبل ما كنسافر انا خصني نمشي للتحمحي ما كنتكسل مزيان ونجمع. المهم ان شاء الله الا كتاب غادي نشارك معكم اي حاجه درتها يعني اش غندي معايا فين. المهم ان شاء الله يا ربي كنتمنى تكتب هاد السفيره ونسافر يا ربي الى ما الفيديوهات اللي كندير. وشكرا لكاع الناس اللي دخلوا عندي جداد الصراحه بزاف الناس كتبوا ليا كي اللي جاوبتو كي اللي مازال ما وصلت باش نجاوبو. شكرا لكم بزاف شكرا لكاع الناس اللي متبعيني كنبغي نشكركم بزاف والله انا فرحانه فرحانه قد ما وحق الله كندخل كنلقى لي كومونتير زوينين. شكرا لكم بزاف كاين اللي كيقول لي تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه. بحال غير البارح خالتي صيفطت لي واحد الميساج وحق الله الا شفتو لحمي بورش والله قالت لي تبارك الله عليك انا فخوره بك. عرفتي شنو شي حد يقول لك انا فخوره بك. الحمد لله القناه ديالي نقيه ما كنديرش فيها شي حاجه خايبه كنتمنى نبقى هكا وان شاء الله غنبقى هكا حيت عندي عائلتي كنحترمها كنحترم نفسي كنحترم عائلتي يعني ما نبغيش شي حاجه خايبه. كنتمنى القناه ديالي تطلع ولكن باغيها تطلع يعني نقيه ما بغيت ندير فيها حتى شي حاجه خايبه ولا باش زعما اولا ندير شي حاجه اللي زعما تضر بالناس اللي متبعيني ولا براسي ولا داكشي راه يعني عمرها غادي تكون. المهم كنتمنىكم تعاونوني باش تزيد هكا القناه ديالي تكبر ونزيد نعطيكم شي حوايج اللي بزاف انا متاكده غادي يعجبوكم يعني كيعجبكم بحال كنوي نشارك معكم مثلا فين مشيت شنو صيت كيفاش دوزت النهار شنو كندير. هاد الفيديو بالاخص درتو حيت صحاباتي بزاف كيقولوا لي عافاك خديجه شاركي معنا شنو كتستعملي البشره ديالك شاركي معنا شنو الروايح شنو كديري هادي. المهم انا
قد ما كنجمع بزاف ديال الاسئله كنقول غندير فيديو ونجاوب على هاد الاسئله بزاف، يعني بحال دابا اللي بغات على واللي بغات هكا على المهم راه كدير لي الفيديو. المهم اي حاجه كتبوها لي في التعليق وانا راه ضروري غادي نشارك معكم، وان شاء الله راه شحال من حاجه ناقصاني، تقاد عليا شامبوان، تقاد عليا دي ماكيون، تقادوا عليا بزاف، وان شاء الله نهار نبغي نخرج نشري هادشي اللي خاصني ضروري غنديكم معايا وغادي نوريكم شنو خديت شنو. المهم اي حاجه ان شاء الله غادي نولي نشاركها معكم الا كانوا كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات، وباش هكا ما بقاش نغبر عليكم حيت صراحه هاد الايام تعدي الخدمه كثيره لدرجه كنوض الصباح بكري كنبقى خدامه حتى الليل، يعني كندير واحد الوقيته كنرتاح فيها ولكن اكثر الوقت كنخدم وحق الله وليت عاطي راسي يعني حسيت براسي عييت بزاف وباغا نخرج باغا نسافر باغا نرتاح حيت عييت صراحه عييت 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 بزاف حيت صراحه قناه راه ما ساهلاش ويعني انا كلشي عليا، يعني قناه انا كنمونطي انا كنصور انا كنهضر انا خدامه في هذا الجروبات، يعني باش ديري هادشي راه كتكون صعيبه وبزاف، ولكن الحمد لله انا مقاتله وان شاء الله يعني داكشي اللي انا كنتمناه ان شاء الله غادي نوصل ليه، وبالفضل ديالكم فضل سيدي ربي بفضل سيدي ربي وفضلكم نتوما ان شاء الله يا ربي الله يوفقني والله يعني وصلني لداكشي اللي كنتمناه والله القسم. انا يعني كنتمنى القناه ديالي توصل نبرع والديا نتهلا فيهم نتهلا في راسي، يعني شي حاجه اللي كنت محرومه منها نديرها وحق الله، يعني بزاف الحوايج كنتمنى يا ربي سهل ليا فيها، وصراحه خدمت عليها بزاف، يعني الناس اللي كيعرفوني قراب راه شافوني شحال كنتعذب على هاد القناه باش تطلع، وما فيها باس تعاونوا خدكم باش زعما هكا تكبر القناه ديالي حيت الحمد لله يعني المحتوى ديالي راه نقي ضرب عليه تماره، يعني ماشي سهله باش انك تحلي قناه وبوحدك وديري فيها هادشي كامل بوحدك والله القسم، الا داكشي كامل اللي كتشوفوه راه بوحدي تنديرو. ودابا صافي ما نطولش عليكم فيديو بزاف، بسلام يلا خوتي بسلام عليكم، وكنتمنى تكونوا بخير دائما، والله يسهل على كل بني والله يسهل على كل ولد اي واحد متبعني الله يسهل عليكم والله يفرحكم كما كتفضحوني. شكرا لكم بزاف وبسلام عليكم.